يسعى منهاج مادة النشاط العلمي لإكساب المتعلمين مهارات القرن 21 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. حدد المقصود بمهارات القرن 21. اذكر الأهداف الثلاثة للتنمية المستدامة مع نماذج لدروس تساهم في بلوغها. إذا كما سبق لي ذكرت في الحلقات السابقة، فالأجوبة كتبقى من أجل الاستئناس، وهي اقتراحات أجوبة، حيث كل أستاذ يمكن يغني هذه الاقتراحات بالمزيد من الأفكار. إذا فالإلمام ديال كل أستاذة وأستاذة بالمواضيع المقترحة ودرجة الاستعداد ديالو هي اللي كتساعد في أجوبة مصاغة بطريقة مركزة وقريبة من الجواب المطلوب. إذا هادشي كان بين قوسين وندوزو للأجوبة المقترحة. بالنسبة للسؤال رقم واحد، حدد المقصود بمهارات القرن 21. ممكن كجواب التمكن من مهارات التعلم الذاتي والإبداع، تمكن من تكنولوجيا المعلومات والاتصال، تمكن من المحتوى المعرفي، التمكن من المهارات الحياتية. اذكر الأهداف الثلاثة للتنمية المستدامة مع نماذج الدروس تساهم في بلوغها. إذا بالنسبة للأهداف، الهدف الأول المساواة والازدهار الدائم، وبالنسبة للدروس التي تساعد على تثبيت هذا الهدف فأحافظ على صحتي موارد الأرض. بالنسبة للهدف الثاني المحافظة على موارد الكوكب، بالنسبة للدروس البحار والمحيطات، الطاقة، الماء. بالنسبة للهدف الثالث المساهمة في التصدي للتدهور البيئي وتغير المناخ، بالنسبة للدروس الطقس والمناخ والشمس. إذا شكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.